مش كل أخرى تخزقينا وتفعلن بزمان مدريمو حلقة ماشي حقنا ما ينفعنش الأخرى هكذا ما بوش تنتن أخرى سوا باليمن ما بوش داعي تخزقين وتعقرين المسامات تندشين أخرى تش حرام يا أبو نخر هنا لا يحل بها لا بيع ولا شراء أنا أعتقد أن إحنا اليمنيين أصل العرب وأصل الكون وأصل البشرية وأصل إنسانية إحنا أول إنسان خلق كانوا يفعلوا لسع الكباب حق القاع لوسط الزيت يمني 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 مو هذا صرب يا إيش كانوا يقولوا الصرب إيه صرب صرب إحنا علي الحرم ما صرب إلا إحنا عيال صرب هلاك العالم من حولك يكشين تكشك أمانة تقول إنهم مولعين الهايبين الكشافات الرجال ونسوة أقسم بالله يا قناة أبشع واحد بالمطار كنت أقول أوكرانيا بس لا لا طلعت الدنيا هناك كلها وأنا أقول ليش الغزوات وليش الفتوحات وليش كان الحجاج يفقش 5 سيوف باليوم وخالد ابن الوليد كان يلاطم ملاطمة لازل يجي السيف بضاعة هنا هنا الهاي الكواليتي حقهم مرتفع في لا تعمل إنش ولا مسكرة يعني كلنا ذكور وإناث إحنا وانت عادك تطلع تعمل سيلفي وائل كفوري ماشي احنا 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 اهل النار من الاخر احنا يوم القيامة يدونا للنار بديانات نفجع الكفار والمذنبين غسلين احنا نسقي غسلين هذا